أكيد يمكن هذا الموضوع دكتور مفخرة لكل العرب لما بنقدم شيء بيخدم الإنسانية جمعاء في كل العالم أيضا ليس فقط في الوطن العربي. إحنا اليوم راح نشوف كثير من النماذج أيضا في العراق، في مصر، في فلسطين، في الأردن، لكن أيضا ونحن نتحدث عن اللقاح المصري، وإحنا بنشوف اليوم أمام السفر في العالم قديش في منافسة أيضا على إنه اللي مسافر والدول تعتمد مثلا بعض اللقاحات لأنها تسمح بدخول المسافرين أو لا، قديش راح ينافس اللقاح المصري في هذا المجال، وهل في رؤية وتصور معين وخطة عمل نحو هذا الاتجاه؟ تفضل. طيب احنا ان شاء الله اول ما ينتج هذا اللقاح ويبقى موجود متداول ما بين الناس سيتم تسجيله، هو حاليا مسجل في موقع امريكي اسمه clinicaltrial.gov. ده الموقع ده هو كل التجارب السريرية على مستوى العالم يتم تسجيلها فيه، وما بيتسجلش فيه الا بعد ما هم بيراجعوا على الخطوات بتاعه البحث ويتاكدوا ان هو سليم ولا مش سليم. احنا قدمنا الكلام ده هوت وتم فعلا قبوله وتم موجود على الموقع ده هوت، لاي حد يخش ويكتب كوفي فاكس او يكتب اللقاح المصري هيلاقي هيطلع له الموقع بكل فيه واحنا ترتيبنا فين على مستوى العالم من ضمن الحاجات دي، برضو عشان يعني حاجه نفخر بيها جميعا. صحيح. ان مصر هتبقى سادس دوله على مستوى العالم كله تنتج لقاح ضد فيروس كورونا. بنتكلم على امريكا، بنتكلم على انجلترا، بنتكلم على الصين، بنتكلم على روسيا، ثم تاتي مصر في انتاج اللقاح. يعني طبعا هي بتكلم على امريكا والالمانيا لان فايزر اشترت سادس دوله على مستوى العالم تنتج لقاح لكورونا تنتجه عندها، مش بتكلم ان دوله تكون اخذت حق تصنيع من دوله تانية وخلافه، لا انا بتكلم انتاجه بالكامل. اقول لك اكتر من كده ان هو هينافس بقى ازاي في ده، احنا هنا هتخش عوامل كتيره مش فقط نوعيه اللقاح او فاعليته، هتخش حاجات اقتصاديه وحاجات سياسيه وخلافه، ولكن انا بقول لحضرتك ان ال WHO او منظمه الصحه العالميه بتدعمنا بشده في هذا المجال، لان احنا اتاكدوا ان احنا هننتج هذا الدواء او هذا اللقاح بالتقنيه السليمه الامنه الفعاله 100%. اللي هو ما اجمل العلم اللي دائما بخلينا في كل لحظه امام اي تحدي قادرين على انه نتخطى اي عقبه.